يعد هذا اللقاء السنوي للقوطيين أكبر مهرجان قوطي في العالم، ويقام في مدينة لايبزيغ كل عام. يقولون إنهم مسالمون وينبذون العنف، ويمكن حتى الاستغناء عن الشرطة في تأمين لقائهم. نحن حقا مثل مجتمع كبير، نحن نذهب من مهرجان إلى آخر ونلتقي دائما بالعديد من الأشخاص، لا يوجد عنف أو مشاجرات في تجمعاتنا. يقال دائما إن في مهرجانات القوطيين حيث يتجمع أكثر من 25,000 شخص ليست هناك حاجة إلى أكثر من شرطي واحد لتأمين المهرجان. لا يوجد شكل محدد للقوطيين يمكننا أن نشير إليه ونقول هؤلاء هم القوطيون. فهناك القوطيون السايبر، وهناك الأشخاص العاديون، وهناك القوطيون القدامى مثلنا. هؤلاء هم الأشخاص الأكبر سنا الذين يستمعون إلى الموسيقى القديمة من الثمانينات حتى بدأت الثقافة القوطية في الأصل. في ثمانينات القرن الماضي كانت هناك موجة من الفرق الموسيقية، وبدأت أغانينا تظهر أيضا في تلك الفترة. كانت هذه الموسيقى غير عادية بالنسبة لذلك الزمن. قال العديد من الناس إن هذا النوع من الموسيقى لن يصمد. كانت هذه مساحة موسيقية جديدة، وكانت موسيقى القوطيين قد تم تقبلها، ومع الوقت أثبتت تميزها كما هو الحال في موسيقى الروك أند رول. ولكن الموسيقى القوطية كانت تعبر عن شيء مختلف تماما.